وكان دائما يتعرض للضغوطات من الجماهير ووسائل الإعلام. فكيف تحول فينيسيوس جونيور من موهبة برازيلية مثيرة إلى أفضل جناح في العالم؟ السلام عليكم، معكم دايلر، مقطع جديد، ورجعت لكم يا جماعة بقصة جديدة. واليوم عندنا قصة اللاعب فينيسيوس جونيور. بس قبل لا أبدأ في المقطع حاب أذكركم إن في giveaway على PC، وكان الشروط جدا بسيطة. كل عليك تسويه إنك تشترك في القناة، تسوي لايك للمقطع، وتكتب كومنتين 3 4 5. كل ما زادت الكومنتات زادت فرصتك إنك تفوز معانا في giveaway. تاريخ السحب راح يكون يوسف، حط التاريخ إني ما أتذكر أحطه. وبس من غير ما أكثر بالكلام، خلونا ندخل بالقصة على طول. تاريخ فينيسيوس جونيور مثير للإعجاب. الولد بدأ من عمر صغير لما كان في البرازيل، والحين هو موقع مع أكبر نادي في العالم ريال مدريد. وكل هذا هو كان صغير في السن، كان عمره 18 سنة. رغم النجاح اللي قاعدين تشوفونه حاليا، بداية مسيرته مع ريال مدريد ما كانت سهلة. السنوات الأولى كان يفشل في تسجيل الأهداف، وكان دائما يتعرض للضغوطات من الجماهير ووسائل الإعلام. فكيف تحول فينيسيوس جونيور من موهبة برازيلية مثيرة إلى أفضل جناح في العالم؟ أعرف أن الكثير انضغط وراح ينزل تحت في الكومنتات يسب. يا جماعة ترى أنا ما أشجع ولا شيء في الدوري الإسباني، ولكن كلمة حق لازم تنقال. ولد فينيسيوس جونيور تاريخ 12 يونيو في سنة 2000، يعني فينيسيوس جونيور أكبر مني بسنة واحدة بس. عمره الحالي 24 سنة، وأنا عمري بعد شهر 23 سنة. ترعرع فينيسيوس جونيور في حي جدا فقير في مدينة ريو دي جانيرو. ودي عاد أروح البرازيل، أروح هناك أشرب عصير بنجا. وكانت أسرة فينيسيوس جونيور تعيش في حالة فقر شديد، ولكن العائلة أدركت أن فينيسيوس جونيور عنده موهبة واللي هي كرة القدم. فإيش سوت أمه يا ترى؟ خذت الولد وراحت لواحد من المكاتب حقت كرة القدم في البرازيل، ولما جت تعبي بيانات الولد شافت الورقة مكتوب المركز، قالت جناح أيسر. وقتها انضم فينيسيوس جونيور لواحد من أكبر الأفرقة في البرازيل، نعم فلامينغو، اللي إحنا الهلال دعسنا عليهم. إيش عندك؟ صحيح قد دعسونا قبل، بس آخر مرة إحنا دعسنا عليهم وسرقنا من عندهم ميشيل. المهم فينيسيوس دخل فلامينغو لما كان عمره 10 سنوات بس. أنا لما كان عمري 10 سنوات كنت أتابع سبيستون، ومن هنا تغيرت حياته 180 درجة وتعمق في عالم كرة القدم. بريك خفيف، نشرب ريد بول. شكرا ريد بول. طبيعة لعب كرة القدم في البرازيل. اللي ما تعرفه عن البرازيل يا عزيزي المشاهد هو حبهم لكرة القدم. كرة القدم في البرازيل ما هي مجرد لعبة يا عزيزي المشاهد، هم يعتبرون البطولات والمباريات فرصة للتعبير عن فرحهم وحزنهم. تنزل الشارع بتشوفهم مجتمعين في المطاعم والكافيهات عشان يتابعون أبرز المباريات، وخصوصا إذا كانت مباراة لمنتخبهم. طبيعة الحياة اليومية في البرازيل مليئة بالأحلام والطموحات للأطفال الصغار. شفنا قبله نيمار، بيلير، رونالدينيو، رونالدو الظاهرة. وكان حلم فينيسيوس جونيور انه يسلك نفس الطريق ويحقق حق نفسه اسم على المسارح الكبيرة لكرة القدم. يا ساتر يا عزيز، من يوم ما صار في واحد يكتب النص وانت قاعد تقول اشياء كبيرة. هدي يا عزيز. كانت كرة القدم بالنسبة لفينيسيوس جونيور هواية، وبعدها تحولت إلى حبل نجاة. فينيسيوس شاف أن الكورة راح تغير حياته وحياة أهله ويطلعهم من الفقر اللي هم عايشين فيه. كرة القدم كانت كل شيء بالنسبة له، كل شيء حوله كان يعبر عن كرة القدم، الشوارع، الناس، أصحابه، كل شيء له علاقة في كرة القدم. طيب داير ليش قاعد تعيد في الكلام؟ تعيد في الكلام لأن هذا الشيء أثر على حياته بشكل مش طبيعي. نفس ما قلت، بدأ فينيسيوس جونيور في سن جدا مبكر في كرة القدم، بدأ ينمي مهاراته على ملاعب التربة في البرازيل. ثم لفت انتباه المدربين المحليين اللي تعرفوا على موهبته وشافوا إمكانياته وتأكدوا أنهم ينمون الشغف اللي عند فينيسيوس جونيور. بداية فينيسيوس مع نادي فلامينغو. بدأ فينيسيوس في نادي فلامينغو، ولكن كان عنده مشكلة. النادي كان بعيد عن المنطقة اللي هو عايش فيها، فهذا الشيء خلاه يروح ويعيش عند عمه علشان يختصر الوقت ويكون قريب لمركز التدريبات حق النادي. وارجع أعيد وأقول، نادي فلامينغو من أهم الأفرقة في البرازيل اللي عندها تاريخ جدا مميز. ومن هنا بدت الرحلة اللي راح تحدد حياة فينيسيوس جونيور المهنية، تحت إشراف مدربين ومرشدين اللي عندهم خبرة جدا عالية، ولزموا عليه تدريبات جدا شاقة وتدريبات جدا تكتيكية زي الحين. شوف ايش قاعد يسوي بريال مدريد. وخلال فترته في نادي فلامينغو بدأ فينيسيوس جونيور يوري اللعيبة الثانية مهاراته. تحسب انت قوي؟ فينيسيوس جونيور طلع رونالدينيو اللي بداخله. جونيور يا عزيزي المشاهد صدم كل مدربينه، شافوا انه عنده مهارات مو موجودة عند اي لاعب ثاني، وهذه المهارات والامكانيات راح ترفعه في نهاية المطاف الى النجومية. كل اللي قلته لك يا عزيزي المشاهد في اخر 5 دقائق هذا ولا شيء، لانه كان يتدرب مع الناشئين، ولكن بسبب ادائه الاستثنائي لفت
انتباه مدرب الفريق الأول، والمدرب تعرف على موهبته وشاف إمكانياته وخلاه يلعب مع الفريق الأول. لما كان عمر فينيسيوس 16 سنة لعب مباراته المنتظرة مع الفريق، ويصير فينيسيوس أصغر لاعب يمثل الفريق في تاريخ النادي. كانت هذه اللحظة لفينيسيوس جونيور لحظة فخر، فيني كان فخور، أهله كانوا فخورين، وكل الناس اللي دعموه في رحلته، سواء الناس لعب معاهم في الشارع، الناس اللي لعب معهم في ملاعب التراب، إلى ملعب ماركانا المقدس في البرازيل. يا ساتر، يمكن لو أشد حيلي بعد شوي غطي على محمد عدنان. ضعيف جدا. السلام عليكم محمد عدنان. ووقتها استوعب فينيسيوس قديش ان هذه اللحظة لحظة جدا مهمة في حياته، فقرر فيني انه يضع بصمته في الملعب. فيني استخدم سرعته، استخدم مهاراته، اعطاه اروح يمين لا اروح يسار، فكل المهارات دي حببت الجمهور بفينيسيوس جونيور. الجمهور بكل بساطة شاف الموهبة اللي راح تمثل البرازيل في المستقبل. من هذه المباراة يا عزيزي المشاهد تحول، لانه قبل كان يلعب مع الناشئين، والحين بدا يلعب في فريق الشباب الاول للنادي. في موسمه الاول مع النادي لعب فينيسيوس جونيور دور جدا مهم في نجاح النادي، ساعد النادي في الانتصارات باسلوبه الديناميكي. متى يا عزيز المشاهد تسمع دايما تقول دايناميكي؟ حط لايك. اعطيك دقيقه امزح، الحماس شغف شو اسوي. المهم قدرته على تغيير مجرى المباراه بلحظه واحده. سويت لايك، سوي لايك، شكرا. المهم صدم العالم، صدم المدربين، صدم الجمهور، لانه كان يسوي اشياء اللي اكبر منه ما يقدرون يسوونها، وصار من اهم المواهب في البرازيل. ما في احد ما يتكلم عنه. فيني شوف فيني امس وش سوى، والله امس شان كنت اكل بالقهوه وكنت قاعد اشرب قهوتي وفيني سوى وانا تفلت القهوه من قوه الصدمه وما ادري وش صار. فيني الان جدا مهم في البرازيل. ولكن لما جاء تاريخ 10 يونيو سنه 2018، ركز معي على هذا التاريخ، في هذا اليوم لعب فينيسيوس جونيور اول نهائي له مع فريقه على ملعب ماركانا ضد أبرز فريق منافس في ذيك الفترة. طبعاً وش سوى فيني؟ فيني تميز، وكانت هذه المباراة نقطة تحول لفيني من لاعب محلي إلى لاعب دولي ويروح ويلعب في إسبانيا، وتحديداً ريال مدريد. انتقاله إلى ريال مدريد وبداية الصعوبة الأكبر في حياته. اللي ما تعرف عن ريال مدريد يا عزيزي المشاهد، هو أن ريال مدريد دائماً يستثمر في لعيبة نفس فينيسيوس جونيور، عكس بعض النوادي الكبيرة مثل برشلونة وباريس سان جيرمان. هذه الأفرقة تشتري لعيبة مبالغ طائلة وغالبا ما تفلح. الكاتب حقي كاتب مثل نيمار. ايش قصدك؟ المهم ريال مدريد يتابع البطولات الصغيرة المحلية في الدول اللي مشهور فيها كرة القدم مثل البرازيل، ويلقطون اللاعبين اللي يشوفون عندهم مهارات مش موجودة عند أي لاعب. ويجي بيريز يوقف قدام ملعب البرنابيو ويقعد يناظر كذا ويتخيل هذا اللاعب يشخبط لعيبة برشلونة في الملعب ويقول تم، يعطيهم شيك من غير ما يكتب شيء. المهم يقعد يتخيل مستقبل هذا اللاعب في الفريق. شوف الحين جود بيلينغهام، اندرك اللاعب الصغير اللي وقع معاه ولكن لسه ما لعب أول مباراة له مع ريال مدريد. في معلومة سرية وصلتني ان امبابي رايح لريال مدريد، فكذا يا عزيزي المشاهد للعشر سنوات الجاية ما بتشوف فريق ياخذ الشامبيونز ليج غير ريال مدريد. المهم فيني وقع مع ريال مدريد بعقد سعره 46 مليون يورو، واللي كان وقتها ثاني اكبر عملية شراء في تاريخ كرة القدم البرازيلية. يا جماعة انتم مستوعبين انا ايش قاعد اقول؟ طريقة الالقاء يا اخي يا ساتر. كان انتقال فينيسيوس الى ريال مدريد صدمة كبيرة لعالم كرة القدم. لما وقع مع مدريد جته ضغوطات مش طبيعية، لانه جمهور الميرينغي كان عنده توقع جدا كبيرة لهذا اللاعب، لأن وقتها وإلى الآن يعتبر من أهم الشخصيات في كرة القدم. لاعب مهم اشتراه فريق مهم بمبلغ جدا كبير ومهم، فتوقعات الجمهور أكيد راح تكون جدا كبيرة. فعشان كذا أول ما دخل مدريد كان جدا منضغط، وأول ضغط من هذه الضغوطات هي التأقلم في دولة جديدة. لازم اللاعب يتكيف على اللغة، على الثقافة، ولازم يتكيف على تفاصيل كرة القدم الأوروبية، وكانت فترة التكيف جدا طويلة. أنت لما تجي من الدوري البرازيلي إلى الدوري الإسباني اللي من أهم الدوريات في العالم، ترى في فرق في التنافس. فمهمة فيني كانت مهمة جدا مرعبة، ولكن مع ذلك اللاعب كان عنده رغبة شديدة في النجاح في هذا النادي. تقبل فيني التحدي بكل جدية وصمم انه يثبت نفسه في هذا النادي. طبعا اول ما دخل مدريد الاعلام ما رحمه، ازدادت شكوك الناس بهذا اللاعب، تحديدا لان هذا اللاعب صار يمثل فريق من اهم الافرقة في تاريخ كرة القدم. ولكن نفس ما قلت، فيني قبل التحدي وركز على نفسه داخل الملعب، وجلس يطور نفسه بالحصص التدريبية، وقام يوريها للعالم في المباريات. زبد فينيسيوس قام يلعب بشكل جدا جميل، ولكن ما كان كافي لجمهور مدريد. فينيسيوس كان لسه يجيه انتقاد من وسائل الاعلام، هذا اللاعب مو بلاعب كامل، هذا اللاعب ما يقدر يلعب موسم كامل على نفس المستوى، هذا اللاعب كويس جيم وثلاث ايام زي الزفت، والى اخره. في مدريد فينيسيوس طور نفسه بشكل جدا
قدم ملحوظ، لأنه كان يلعب مع شخصيات أكبر منه سنًا مثل سيرجيو راموس، لوكا مودريتش، كريم بنزيما. بكل بساطة يا عزيز المشاهد خذوا هذا اللاعب وحطوه تحت جناحهم، يعطونه نصايح طول الوقت ويشجعونه بكل الحالات سواء كان جيد ولا سيء. من اليوم الأول كان واضح على فينيسيوس جونيور إنه راح يكون لاعب جدًا موهوب ويصبح من أهم اللعيبة في عالم كرة القدم. كل اللي كان يبيه الجمهور هو التدريب في تسديداته للكرة، ولو تشوف فينيسيوس في آخر كم سنة بتلاحظ فرق جدًا ملحوظ. سواء كنت مدريدي ولا برشلوني لازم نتفق إن فينيسيوس جونيور لاعب جدًا عظيم. 24 سنة ويلعب في هذا المستوى لازم صفق له. بعمر ال 24 لعب فينيسيوس جونيور أكثر من 300 مباراة، جاب 91 هدف، 77 أسيست، و 52 بطاقة صفراء. أمزح. عنده تشامبيونز ليج، 2 كاس العالم للأندية، 2 سبانيش تشامبيون، 1 يويفا سوبر كاب، 1 سبانيش كاب، 3 سبانيش سوبر كاب، وصدقني مشواره لسه ما بدأ. بس يا جماعة كذا يكون خلصنا من قصة اللاعب فينيسيوس جونيور. اكتبوا لي تحت في الكومنتات مين تبوني أتكلم عنه في المقطع الجاي، سواء كان لاعب، ممثل، مغني، يوتيوبر إلى آخره. وبس كذا يكون وصلنا لنهاية مقطع اليوم. إذا أنت مو مشترك بالقناة اشترك ولا تحرمني من زر اللايك. بس كان معكم دايلر، سلام.